την πρέμια. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى تلتقي برئيس الجمهورية وتتباحث معه حول مساعدة الحكومة والدور الذي تلعبه المرأة في الإسلام والأمن والتنمية ومحاربة الإرهاب. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد تحتفل بالذكرى 242 للعيد الوطني. والفيدرالية التشادية لكرة السلة تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة السلة. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى عرضنا الرئيسي لهذا المساء. استقبل صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد نيجيرية الجنسية، حيث كانت برفقة وفد مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة السويد، والهدف من الزيارة هو مساعدة الحكومة التشادية والدور الذي تلعبه المرأة في الإسلام والأمن والتنمية ومحاربة الإرهاب. عثمان عبد الغني إدريس والتفاصيل. اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالوفد المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة السويد بقيادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، حضرته ممثلة الاتحاد الأفريقي ووزيرة الخارجية بدولة السويد وعدد كبير من المسؤولين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يأتي في إطار جولة تقوم بها المسؤولة الأممية في البلاد. وقبل مقابلتها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، قامت الممثلة الأممية والوفد المرافق لها بالزيارة إلى مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة، حيث التقت بالمسؤولين هناك وتعرفت على أحوال اللاجئين الذين فروا من قهر الإرهاب وجماعة بوكو هرام. لقاء اليوم كان بحضور كل من وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشادين في الخارج وأمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. استطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع والملفات والقضايا المختلفة، أبرزها دور المرأة في السلام والأمن والتنمية. خلال هذه المقابلة التي استمرت إلى أكثر من ساعة ونصف، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن الأمم المتحدة تقف مع الحكومة التشادية في جميع الجوانب الحيوية، خاصة فيما يتعلق بتطوير المرأة والشباب والأمن والسلام والتنمية وفي محاربة الإرهاب وتوعية المرأة والشباب من خطورة جماعة بوكو حرام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الأمم المتحدة تشيد بدور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يهتم دائما بقضايا المرأة التشادية والشباب وتخصيص 30% للمرأة في جميع مناصب الدولة والمؤسسات. وأشارت أيضا المسؤولة الأممية إلى مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية التشادية المقبلة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جانب الشكر منظمة الأمم المتحدة على تعاونها مع البلاد في جميع المجالات. أمينة محمد قالت بأن الأمم المتحدة تقدر الدور التشادي في محاربة الإرهاب وفي استباب الأمن والسلام واهتمام الحكومة بالمرأة والشباب، والأمم المتحدة ستساعد تشاد في حربها ضد جماعة بوكو حرام. عقب ذلك قامت السيدة أمينة محمد والوفد المرافق لها بزيارة أمل إلى السيدة الأولى هند ديبي إتنو، حيث استقبلتهم استقبال هار، ومن ثم قدم لهم مأدبة غداء على شرف الزيارة. وبعيد اللقاء الذي جمع الوفد برئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي، توجه الوفد إلى أحد فنادق العاصمة نجمينا ليجري محادثات مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين، كان ذلك بحضور عدد من الوزراء. تقرير ديجا محمد الحاج. المرأة، السلام، الأمن، هذا هو الهدف الأساسي لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتشاد لأجل القيام بتطوير القطاعة النسوية، حيث التقى أعضاء البعثة مع أعضاء حكومة البلاد للمناقشة في مجالات استقلالية المرأة ودور الشباب في التنمية من أجل الحد ووقف الهجرة غير الشرعية وتوطيد الأمن والاستقرار في دول الساحل. وزير الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين شكر البعثة الأممية على هذه الزيارة، مضيفا بأن الحكومة التشادية قد بذلت المجهودات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا المرأة الريفية، وأن الحكومة عملت على فتح مجالات الاستثمار عبر القروض الصغيرة، كما طلب من الفاعلين الاقتصاديين بتطبيق مخرجات الطاولة المستديرة التي عقدت في باريس مؤخرا.
أما بالنسبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة أمين محمد، فقد أثنت على جهود الحكومة التشادية في استبداد الأمن والاستقرار، مضيفة بأن هذا الاجتماع يسمح لتبادل المعلومات في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير التربية والتعليم ودعم الشباب ومشاركتهم في تنمية البلاد. وننوه بأن قدوم البعثة الأممية إلى البلاد بهدف تقييم الوضع والعمل على مرافقة البلاد في المجالات الحيوية. احتفلت مساء أمس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد بالذكرى 242 للعيد الوطني، وكانت في استقبال الضيوف السفيرة الأمريكية، كما مثلت الحكومة التشادية أمينة الدولة في الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمغتربين أشتى صالح دمان. هارون أبا آدم ومزيد من التفاصيل. جمعت هذه المناسبة كبار المسؤولين في الدولة وقيادات من ضباط الجيش وإداريين وطبقات السياسية وناشطين في جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وبعض الدبلوماسيين المعتمدين لدى تشاد لتلبية دعوة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد للاحتفال بالذكرى 242 للعيد الوطني للولايات المتحدة. وقد مثلت الحكومة التشادية رسميا أمينة الدولة في الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمغتربين أشتى صالح دمان، حيث بدأ الحفل بالمراسم التقليدية المعمول بها في مثل هذه المناسبات، كما عزف النشيدين الوطنيين التشادي والأمريكي. بذلك قدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد سعادة جيتا باسي خطابا أشارت فيه إلى عمق العلاقات بين البلدين والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة من أجل التنمية في مختلف المجالات. Certains pourraient se demander pour quelle raison nous effectuons des investissements aussi importants au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique. قد يتساءل البعض لماذا نحن نقوم بإنجازات ضخمة في تشاد والدول الأفريقية الأخرى؟ أرد بالقول أن أمين الدولة الجديد المكلف بالشؤون الأفريقية تيبور ناغي أثناء اعتماده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قال بأن أفريقيا تعتبر ملتقا تاريخيا والوجهة التي يمكن أن يكون لها تأثيرا لمستقبلها وأيضا لرفاهية العالم المتبقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر المانحين لدعم المجال الإنساني في تشاد، حيث قمنا بوضع برامج لإعادة البناء من أجل تحسين وسائل الحياة من خلال توفير الرعاية الصحية والحصول على المياه الصالحة للشرب للاجئين والنازحين في حوض بحيرة تشاد، كما قمنا بتشييد صهريج للمياه في مدينة فيالارجو، ونعمل مع الحكومة لتشخيص فرص أخرى لتحسين حياة التشاديين، وندعم جهود الحكومة من أجل الحد من الشلل والغضاء على الدودة الغينية. هذه المناسبة كانت فرصة لبعض الشخصيات للتعارف والتبادل على رحاب سفارة الولايات المتحدة هنا في إنجمينا داخل هذا المبنى العملاق الذي يعتبر رمزا قويا للود الذي تكنه الحكومة الأمريكية للشعب التشادي.
عقد يوم أمس بالقصر الرئاسي مجلس وزراء عادي درست من خلاله عدد من المشاريع تتعلق بمختلف الوزارات. بيان خلاصة مجلس الوزراء قرأته وزيرة البسطة والتكنولوجيا الحديثة والإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة بترجمة آدم محمد شرف الدين. Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 5 juillet 2018. محضر مجلس الوزراء. عقد مجلس الوزراء عادي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، حيث درس المجلس 6 مشاريع مدرجة في جدول الأعمال. 1 مشروع عمر ينص بتعسيس وحدة إدارية. 2 مشروع عمر ينص على تعديل البروتوكول الخاص بالبنك الأفريقي للاستثمار. 3 مشروع ينص على تعديل البروتوكول الخاص بتعسيس صندوق المالي الأفريقي. 4 مشروع عمر ينص على تعديل البروتوكول الخاص بالنص الاستشاري للاتحاد الأفريقي والخاص بالبرلمان ما بين الدول الأفريقية. 5 مشروع لمرسوم رئاسي ينص على إجازة السياسة الخاصة بقطاع العدل. 6 مشروع لمرسوم رئاسي يقوم بتطبيق المادة رقم 006 رئاسة الجمهورية الخاص بتطوير تقرير الصحة الإنجابية. وفيما يخص وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي، درس المجلس وتم تعجيل المشروع تأسيس الوحدة الإدارية حتى يتسنى للفنيين بدراسة الملفات. أما بجانب وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، درس المجلس مشروعي أمر يدخلان في إطار التطبيق الفعلي للتعديلات الخاص بالاتحاد الأفريقي، وهي 1 مشروع أمر الخاص والمتعلق بالتعديل البروتوكول حول البنك الأفريقي للاستثمار الذي مقره بطرابلس العاصمة الليبية. 2 مشروع أمر الخاص والمتعلق بتعديل تأسيس صندوق المالي الأفريقي ومقره ياوندي العاصمة الكامرونية. وإجازة حزين المشروعين من قبل المجلس يؤكد نية الحكومة التشادية للعمل مع السلطات العليا للاتحاد الأفريقي حتى يتسنى له باستقلالية المؤسسات. كما رعد وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في إجازة مشروع عمر المتعلق بالعمل الاستشاري للاتحاد الأفريقي الخاص بالبرلمان ما بين الدول الأفريقية. وفيما يتعلق بوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان، درس المجلس وعجز مشروع مرسوم المتعلقة بإجازة السياسة للقطاع العدل من العام 2018 تا عام 2027. أما ما يخص وزارة الصحة العامة، المجلس درس وعجز مشروع لمرسوم الرئاسي للمادة 006 رئاسة الجمهورية الصادر في 15 أبريل لعام 2002 الخاص بتطوير الصحة الإنجابية، وهذا يتيح للتشاديين بصحة إنجابية جيدة، حيث بدأ مجلس الوزراء في 10 وانتهى في 12:07. Le conseil ordinaire des ministres commencé à 10h a pris fin à 12h07. استجابة لنداء الحكومة الكامرونية، فقد ترأس ظهر اليوم القائم بأعمال السفارة الكامرونية لدى البلاد نشاري عمرو مناسبة مساهمة الجالية الكامرونية لدى البلاد من أجل دعم إخوتهم المتضررين بمنطقتي الشمال الغربي والجنوبي. مزيد من التفاصيل مع الزميل ياسر محمد أحمد. بهذا النشيد الوطني الكاميروني جاءت مساهمة المغترب الكاميروني في تشاد من أجل تمويل خطة الطوارئ الإنسانية بشأن الحالة في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، وذلك بهدف الوقوف مع المتضررين وتقديم المساعدات لهم جراء نشوب الحالات الإنسانية بسبب عدم الأمن والاستقرار بهذين الإقليمين. القيس ألفونسو أودو أثناء كلمته قال إن هذه المساعدات ستكون كبيرة عند الرب حتى لو كانت بسيطة، وأن هذه الأزمة التي تمر بها الإقليمين ستذهب بمشيئة الرب. القائم بأعمال السفارة الكاميرونية لدى البلاد نشاري أمرو قال إن الحكومة طلبت في الأيام القليلة الماضية من أي مواطن كاميروني في أرجاء العالم بتقديم مساهمته لإخوته المتضررين بقدر ما يستطيع، وأن بلادهم تمر بوقت أصيب، طالبا من المانحين الدوليين مساعدة الحكومة الكاميرونية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية بشمال غرب وجنوب غرب الكاميرون. هذا وبعد ذلك قام نشاري أمرو القائم بأعمال السفارة الكاميرونية بتشاد برفقة معاونيه بتقديم مساهمتهم كبادرة إنسانية واستجابة لنداء الحكومة الكاميرونية.
أسدل الستار اليوم على أعمال الدورة التدريبية المنظمة من قبل وزارة البترول والطاقة حول مشاريع القطاع وتنظيمه في تشاد، وقد شارك في هذه الدورة مسؤولين من الهيئة الوطنية للطاقة المتجددة. وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل هو من رأس حفل الاختتام. تقرير خليل حسن صالح. 5 أيام كانت كفيلة ليكتسب المشاركون في هذه الدورة مهارات حول تحليل مشاريع الطاقة النظيفة واستخدام تطبيق ريد سكرين وتنظيم قطاع الطاقة المتجددة التي لا تحدث ضررا بالبيئة ولا تترك آثارا سلبية تهدد حياة الإنسان والحيوان والطبيعة. وخلال الحفل الختامي الذي ترأسه وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل، عرض فيه المشاركون مستخلصا لكل ما جرى طوال أيام الدورة، مقدمين اقتراحات وتوصيات للحكومة بغرض إتاحة الفرص وفتح المجال أمام المؤسسات الخاصة لاستغلال الطاقة والاستثمار في هذا المجال. كما أوصى المشاركون بضرورة رفع الكفاءات المهنية وإنشاء مركز للطاقة المتجددة في تشاد وحشد الموارد اللازمة لتطوير واستغلال الطاقة، إضافة إلى تشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال. وعن الاستفادة من هذه الدورة، فقد تحدث بعض المشاركين عن أهميتها. الطاقة المتجددة منا عملنا فيها مشاريع بالطاقة الشمسية، مشاريع بالطاقة الهوائية، حتى المشاريع بالبيوماس. ده شيء الأول شيء استفدنا منه المشروع، يعني بعد ما دخلت كل المعلومات بنتج مشروع بالكامل، يعني مشروع نافي، مشروع يعني بقبله في أي مكان لكي نلقوا الفينانسمان. وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل قال إن هذه الدورة سمحت للمشاركين بمعرفة المصادر المختلفة للطاقة واستخدام التطبيقات الحديثة لاستغلالها، مشيرا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ليس فقط على مستوى تشاد وإنما على المستوى الإقليمي. ليعلن بذلك الوزير اختتام أعمال الدورة التدريبية حول تحليل مشاريع الطاقة النظيفة وتنظيم قطاع الطاقة في تشاد. التحديات والمعوقات التي تواجه الصحة الحيوانية في البلاد هي محور الاجتماع الشهري الذي نظمته وزارة الثروة الحيوانية قسم إدارة البيطرة، وقد جرى هذا الاجتماع بحضور الخبراء البيطريين بالوزارة برئاسة الوزير فاطمة داود الحمر، تحدثنا عن المزيد. الاجتماع الشهري الأول لصحة الحيوان الذي نظمته إدارة قسم البيطرة بوزارة الثروة الحيوانية تضمن عدة نقاط ومحاور أساسية حول الصحة الحيوانية والعوائق والإشكاليات التي تواجه قسم صحة الحيوان بالوزارة. وخلال الاجتماع قدم الخبراء الفاعلون بقسم البيطرة مقترحات جمة ناجمة عن دراسات وأبحاث علمية أجروها صنفت في العام المنصرم، والتي تكمن جلها في الأمراض التي تصيب الحيوانات كالالتهاب الرئوي للأبقار وطاعون الأغنام، وكذا عدم جودة بعض المراتع الغير صالحة للرعي. وبعد أن استمع الوزير إلى كل هذه التفاصيل أدلى في كلمته بأن هذا الاجتماع يعد معيارا بالغ الأهمية، وذلك لمصداقيته. فوفقا لنتائج إحصائيات الماشية الضأن والماعز والإبل والأبقار، فإنها تتكيف بسهولة مع الظروف المناخية الصعبة، إلا أن هناك قيودا معينة تحد من تطوير هذا القطاع، منها الأمراض والأوبئة وعدم التغطية التطعيمية ومنح الأمصال في كافة أقاليم البلاد. كما أضاف الوزير غايان سواري بأن وزارة الثروة الحيوانية وشركائها المانحين في مجال التنمية يركزون بشكل عام في زيادة إنتاج الماشية، وبشكل خاص في إنتاج لقاحات بالتقنية الحديثة، وذلك كله من أجل النهوض بقطاع الثروة الرعوية في البلاد. ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة من الفضائية التشادية، ونلفت عناية مشاهدينا بأنه في نهاية النشرة سنقرأ إلى حضراتكم بعض المراسيم الرئاسية. شاركت مؤخرا عمدة بلدية أنجمينا مريم جمعة عباد بمدينة فاس المغربية في الملتقى الخاص بالمدن الصديقة، حيث يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون بين هذه المدن. عبد الله هارون.
الدورة السادسة للملتقى الخاص بالمدن الصديقة للتوأمة والتي عقدت بمدينة فاس المغربية في دورتها الثانية للملتقى الاقتصادي الدولي، حيث شاركت عمدة بلدية إنجمينة مريم جيمي بيت على رأس وفد يضم رؤساء الأقسام ومديرة الإعلام، وقد أسهمت بنقاط جد حامة في الملتقى وحددت معالم التنمية للمدن الحضرية ومكافحة الأوساخ والنظافة، حيث لقيت ترحيبا وصدى كبير في أوساط المؤسسات المغربية. وعلى الفور قامت بالتوقيع على المحضر للاتفاقية، وذلك بحضور سفير البلاد لدى المملكة المغربية محمد عبد الرسول. هذا فإن مندوبية مدينة إنجمينة أتاحت الفرصة الثانية وقامت بإجراء محادثات مع الشركاء في مجال التنمية إلى جانب أعضاء المندوبيات والوفود القادمة من الدول الصديقة. وبعيد الملتقى قامت عمدة بلدية إنجمينة مريم جيمي بيد بتوقيع اتفاقية تعاون مع مسؤولي المدينة التاريخية فاس، كما وقع بجانبها الدكتور إدريس الأزاني بالتوقيع على عدة معاهدات فحواها تبادل الخبرات والمعارف حول نظافة المدن والصحة والنقل العمومي، فضلا عن تعمين الطرق وبناء المنشآت الريفية والساحات الخضراء وتجميل المدن. يذكر أن عمدة بلدية إنجمينة مريم جيمي عبيد حيث عملت على تنظيم لقاءات عدة مع التجمعات النسوية للسيدات العاملات في مجال الاستثمار، وذلك من عجل تقوية العلاقات بين المنظمات النسوية والمؤسسات التشادية. قدم اليوم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى بيانا صحفيا طالب من خلاله سكان الدائرة التعاون مع المسؤولين لمواجهة تحديات موسم الخريف والعمل معا على فتح المجاري المائية. جزء من بيان العمدة في ميكروفون آدم محمد شرف الدين. نحاول نصور نشوف هل المسبدة الشاب اسكي مالك صعوبات في الشوارع وفي قسم دربه وفي البيت الداخل. السينا التور وشفنا خدمة الأنينة سوينا ده كله كي النتيجة حقا ده اللبهي اللي داخل الألم منا ما غيمره بخدمة سوينا ده كله كي سينا ملاحظة في البكر كي داخل الناس ما سوى إفور كأي ساكن ينكد أي مواطن ينكد قدام بيته يرمي رجارة ليه عشان الألم يجي في رجال كبير وبركة في الحل الألم ما يعني ترغل. وملاحظة الآخر سوينا لقينا بعض من السكان بابو ما بخلوا ألمي بمرق بقدام بيتهم، بقولوا لجارة ما بخلوا ألمي هنا الخريف ده بمشي بقدام بيته. ده كله لقينا ملاحظة سوينا. ولقينا بعض من السكان إنهم شانتيه وصبوا في داري بانا ألمي ده تراب بروك ألمي ده ما يمرق. ده ملاحظة كله كي وسوينا، وده أني نقول لك ده ما ممكن واجب نلانسي أبل للشيف ده كاري هنا هنا كاركينا كله ينظم مش الأول النظام كانوا سووا ما جينا أنا كارتي هنام يorganize أي مكاري خليه يبدأ ينقط الكاري ده بورك الميجي في رجال ومن الرجال بيجي في كاني فوق الأنين أنا كنام ده كله أنين ندرام فرسي هم من بمنافر يمشلهم يساعدهم لكلام الخدمة ده كلهم ساهل ويكلهم في مسألة هنام. وفي إقليم البحيرة استقبل حاكم الإقليم محمد أبا علي صلاح في الأيام الماضية السيدة ماري بيير المديرة الإقليمية لليونيسيف لإفريقيا المركزية والغربية، وقد تباحث الجانبان حول أعمال المنظمة في الإقليم بالإضافة إلى مواضيع تنموية أخرى. الزميل عبد الرحمن آدم رحمه يوافينا بالمزيد من هناك. هكذا استقبلت المديرة الإقليمية لليونيسيف لإفريقيا المركزية والغربية السيدة ماري بيير، وعقب عملية الاستقبال فقد توجهت المديرة والوفد المرافق لها إلى مقر الحاكم للقاء الذي جمعها معه، لقاء استغرق زهاء ساعة تقريبا، وقد سمح للطرفان بمداولة الحديث حول مجمل النشاطات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة بإقليم البحيرة. كما كانت الفرصة السانحة لحاكم الإقليم محمد أبا علي صلاح أن يشيد بجهود اليونيسف التي يشهد لها سكان إقليمه عبر النشاطات التي قدمتها لصالح الأمهات والأطفال. كما أضاف الحاكم بأن اليونيسف تعد عنصرا مهما في جانب الخدمات الاجتماعية، خاصة للمتضررين من فعل جماعة البوكو حرام التي خلفت الكثير من الآثار السلبية وسط النازحين. كما طلب من المديرة إلى الوقوف معهم من أجل دعم الخطط الإقليمية للتنمية التي وضعت لصالح تنمية الإقليم. السيدة ماري بيير
قالت إنها جاءت من أجل الوقوف على نشاط ضد اليونيسف ودعم سياسة الحكومة التشادية التي فتحت زراعيها من أجل احتضان اللاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية. ومن ثم فقد باشر وفد اليونيسف برفقة حاكم الإقليم في تدشين المقر الجديد اليونيسف في مدينة بولا الذي يعتبر بوتقة لمزاولة نشاطات هذه المنظمة الأممية. كما كانت زيارة مديرة اليونيسف إلى مدينة بول فرصة لتسليم مولد كهربائي لصالح لجنة تسيير سحرج المياه بالإضافة إلى معدات أخرى للأمدة الثاني لمدينة بول محمد مصطفى. وفي التعليم نظمت كلية العلوم السياسية والقانونية بجامعة أنجمينا مؤتمر نقاش حول تسوية الخلافات في المحكمة التجارية وفق نظم وقوانين أهادة وذلك لصالح طلاب قسم الماجستير في القانون الخاص. جرت المناسبة بقاعة المؤتمرات للمدرسة الوطنية للإدارة. محمد حسن آدم والتفصيل. تحت موضوع الحصول على العدالة في مجال التجارة بفضاء الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تنسيق قانون التجارة بإفريقيا الأهادة، جاء تنظيم هذا المؤتمر النقاشي من قبل كلية العلوم السياسية والقانونية بجامعة أنجمينا. وقد تداخل البروفيسور إلوا سوغوبي الخبير في القانون الخاص والمحاضر بجامعة ياوندي إثنين، والذي أشار إلى أهمية المحكمة التجارية في الوساطة والتحكيم وحل الخلافات في مجال المعاملات التجارية وفق النظم والضوابط القانونية المعمول بها في حل الخلافات بين الفاعلين الاقتصاديين في حالة تضارب المصالح وحدوث النزاعات وتسوية الخلافات بين الحكومات والمؤسسات التجارية الدولية، مستطردا في حديثه بأن الحصول على العدالة حق أساسي لكل فرد، وعليه فإن هناك إجراءات خاصة بالمحكمة التجارية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار. هذا وقد تداخل الحضور بأسئلة واستفسارات حول الإجراءات القانونية الخاصة بحل الخلافات في مجال المعاملات التجارية، ورد عليها المؤتمر بكل شفافية ووضوح مع إعطاء المعايير والمقاييس بنص القوانين المتعلقة بممارسة الاستثمار والأعمال. ونبقى في التعليم. وفي إطار الجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني بمناسبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة 2018، تجول الفريق هذه المرة في عدد من المؤسسات التعليمية للتعرف على استعداد المترشحين. محمود موسى الفيل أعد لنا التقرير التالي. ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني وذلك بهدف التعرف والوقوف على التجهيزات المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018، وعليه فقد وصل الفريق هذه المرة إلى عدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة أنجمينا، حيث لاحظ الفريق الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية تجري على قدم وساق، وأن عملية توزيع البطاقات الممغنطة للمترشحين بدأت منذ 3 أيام في العديد من المؤسسات التعليمية. حاليا قاعدين نجهز تمام للباك، حاليا مستعدين لأي مواجهة. البطاقات حاليا دي لقيناها من أول مسك لقيناها. الحمد لله الذي أني على يوم وقفت وشلت بطاقة أجت البكالوريا، وأنا حاليا مستعدة حتى أني أدخل البكالوريا، وربنا يساعدنا جميعا. هذه البطاقة تسمح للمترشحين بالجلوس في قاعات الامتحانات والتي تصدرها الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس، وهي الجهة المعنية بتنظيم الامتحانات والمسابقات العليا في كافة الأراضي الوطنية. وفي سياق متصل، فقد أكد بعض مدراء المؤسسات التعليمية جاهزيتهم لتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كارت بيومتريك جايز يالنا كل بروغرام أقوم كامل الشغل أقار فادنا ما فيه لي نرجو باكبر. الطلاب كله في جاهزين للامتحانات وفي قبول كبير في أخذ البطاقة، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. نحن مستعدين للامتحانات رغم الظروف الصعبة، إن شاء الله ندخل الامتحان. هنا كل صفاتنا تربوي، الامتحان ذاته ما عنده عدم ليالك بين أنتم وسايات عشان كمان يكون هادي ويكون جاهز للامتحان. هذا ويمكننا القول بأنه يجب على المترشحين الاستعداد النفسي والمعنوي بالشروع في الامتحانات في الوقت المحدد.
كرمت يوم أمس النائبة البرلمانية نور الشام فاطمة رمضان بعض من مناضلي شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس، وكان ذلك بالمتحف الوطني. بحر الدين عبد الشافي الدود. بعد تعيينهم في المكتب السياسي الوطني كممثلين البشر عيسى طاهر وأبكر موسى كلي لمناضلي ومناضلات شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس، نظمت عضو البرلمان السيدة نور الشام فاطمة رمضان حفل تكريم وتشجيع لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس، وحثت الحضور على مساندة مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ لتنفيذ برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد أعرب عن فرحته وامتنانه البشر عيسى طاهر مطالبا شباب الحركة الوطنية للإنقاذ للوقوف معه حتى يؤدي رسالته التي أوقلت إليه. وأنا كلكم كبير وصغير فنتعاون ونتبادل الآراء ونخدم ريجونا سوا، ولا كبير ولا صغير، فأنينا جابونا توكيل ليس تشريف. أبكر موسى كلي هو الآخر ثمن جهود المناضلين والمناضلات على تنظيمهم لهذا الحفل. ولازم نوحد وننجو. قبل قلت بكلام نصارى في الليجيسلاتيرة الثانية حجر لميس عنده عدد مرتفع، لكن للأسف في الثالثة عددنا نقص، لكن بوهدتكم أنتم وبنات وأولاد أنا حجر لميس لازم شغلنا الناقص ده نجيبوه بشنو؟ بالمفاهمة. تبقى الإشارة، فإن مناضلو ومناضلات شباب الحركة الوطنية للإنقاذ سينظمون أنشطة سياسية داخل الإقليم دعما ومساندة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنوف في أنشطته وبرامجه التنموية. التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يساعد في إنقاذ حياة المرضى، وفي هذا الإطار نظم المركز الوطني لنقل الدم مؤتمر نقاش بالتنسيق مع بعض من الفنانين حول توعية المواطن للاستجابة لهذا العمل النبيل. تقرير آدم حنفي فضل. أمر التشريع رقم إيمانا منهم بإنقاذ فقراء الدم والمرضى، نظم المركز الوطني هذا المؤتمر النقاشي الذي يهدف إلى معرفة وأهمية نقل الدم من قبل المتطوعين إلى غيرهم. مؤتمر شارك فيه بعض من الفنانين والموسيقيين وآخرون من فئات الشباب المختلفة. المغنيين وعلى لسان ممثلهم الفنان رايس كيم قال إن هذه البادرة لهي خطوة إنسانية هامة، فينبغي لكل مواطن تشادي أن يساهم في إنقاذ الآخرين إن استطاع. من جانبه مدير المركز الوطني لنقل الدم الدكتور مبانغا جيبادوم، حيث قام بشرح العديد من الطرق والخصائص التي تتعلق بصحة المتبرع، وأضاف أن نقل الدم هو أيضا صحة في حد ذاته، كما أنه يقوم بتنشيط شرايين الدم. المؤتمر شهد عدة مداخلات من قبل المشاركين فيه، أغلبهم يستدل بغلاء الدم عند لحظات الحاجة، ورد عليها مدير المركز الوطني موضحا لكل الطرق والوسائل، وقال إن الدم يؤخذ مجانا بالمركز الوطني لنقل الدم. قدم مدير النشر بصحيفة الشاهد محمد بكر عيسى حديثا صحفيا تطرق فيه حول قانون حرية الصحافة، جزء من حديثه. أمر التشريع رقم 16 يحد من حرية الصحافة بشكل خطير جدا، بالذات المادة 10 في هذا الأمر التشريع الذي يعطي حق لهاما سلطة أو صلاحية سحب رخصة الصحافة المكتوبة، بدي كذلك الهاما فرصة في إنها هي تغلق المكان أو الجهاز الصحافة المكتوبة، ورقابة على الأجهزة الثانية الإلكترونية والإنترنت. فبنفتكر إنه دي صلاحيات كبيرة وواسعة بتحد من حرية الصحافة بشكل خطير جدا، وهذه حتى المادة بالذات مادة 10 مادة هي ليست الناس مثلا تشاوروا حولها أو مثلا كان في المنتدى ناقشوها أو في البرلمان، لم تناقش هذه المادة وحتى لم تناقش بين الصحفيين والإعلاميين بشكل واضح.
حتى يعني يصدر قانون أو أمر تشريعي بهذا الشكل. ده شيء بنعتبره شيء خطير جدا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ونتمنى يعني من الجهات أنه تراعي هذه المادة وتراجع هذه المادة لمرة أخرى. كما قدم اليوم رئيس كونفدرالية نقابات تشاد محمد طاهر حسن حديثا صحفيا دعا من خلاله مختلف النقابات العمالية التابعة للتجمع النقابي من أجل الحوار الاجتماعي، دعاهم إلى استئناف العمل. جزء من حديثه في ميكروفون محمد السليك. هو النقابية الحوار العمالي مكون من الكونفدرالية النقابية تشاد والكونفدرالية النقابية ومرنا تشاد. بعد دراسة عميقة للحالة الحالية في بلدنا تواصلت للمرحلة الآتية. إلى الآن الإدراك هو صلاح تستقبل النقابات وهي لا تحقق للعمال نتائج جيدة، عكس نتائجها تكون سلبية لهم ولآبائهم في المستقبل القريب والبعيد. مجموعة النقابية الحوار الوطني الحوار الاجتماعي ما أدت، ما قال إلا منادين اللي يمشوا أنجرف، عشان ده تطالب من كل المنادين على المجموعة يمشي في أعماله كالآتي مش الأول، وعشان ده تخلي المجموعة تناقش مع الحكومة وعشان ده الصلاح الحسن اللي خلانا الحوار ده يهمنا في ثلاث أشياء. أولا في حالة المقدمية في تحسين أنا عارفه. ثانيا في المستقبل أنا التلاميذ وأنا الطلاب. وثالثا في الساحة أنا الناس اللي ما عندهم مقدرة عشان يقوموا بأدوية لو بسيطة عشان يداووا في نفسهم. رياضيا، عقدت الفدرالية التشادية لكرة السلة مؤتمرا صحفيا بمناسبة فوز المنتخب الوطني الساو لكرة السلة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ومعرفة استعدادات المنتخب للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة. كان ذلك بحضور وزير ترقية الشباب والرياضة محمد نور عبد الله. تقرير عباس بكر مصطفى. عقب وصول المنتخب الوطني لكرة السلة الساوو إلى بلاد توماي، فقد حظي المنتخب استقبالا حشدا من قبل المشجعين والمسؤولين بأمر الرياضة، سيما وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل ومنسق الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة إلى جانب رئيس الفيدرالية التشادية لكرة السلة. وهذا الهجد الجماهيري بالثانوية فليكس إيبوي يؤكد مدى اهتمام وميول وتشجيع السكان لكرة السلة في بلاد توماي. وعلى هامش الاستقبال بملعب كرة السلة بالثانوية فليكس إيبوي، فقد نظمت الفيدرالية التشادية لكرة السلة مؤتمرا صحفيا على شرف تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة للعام 2019 ومعرفة استعداد المنتخب للمباريات لعياب المؤهلة لتصفيات كأس العالم لكرة السلة التي ستجرى في نفس العام. كما ناقش الصحفيون مع مسؤولي الفيدرالية وأيضا الوزير كيفية استعداد المنتخب وخاصة في الجانب المادي الذي هو العنصر الفعال في تسيير الأمور. أخواننا مشوا في تونس ورفعوا صوت بتتشاد عالي عالي، أفضل نقول أفضل من ده، وده كمان تمنى بتتشاد كله دومينيتو رئيس والحكومة والشباب اللي واقفين هنا ويستفقوا كلهم يتمنوا عن الباسكتر بتاعنا الجادين سواء بيرسون باسكت يكون فائزين. شكرا على الحصر فعله شارتيزة كمان يودونه قدام، وفي سنة 2019 إن شاء الله نمشي في الشين ونحضروا الكوب ديمون. الصحافة العامة والخاصة خلال المؤتمر وجهوا أسئلة أبرزها عن ماهية دعم المختص للهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة والمؤسسات العامة بالبلاد للمنتخب الوطني لكرة السلة، مما يمهد الطريق للمنتخب لأجل الاستعداد التام
للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة. وقد رد الوزير على ذلك بأن الوزارة عبر الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة ستقومان بدعم فريق كرة السلة للرقي بمستوى كرة السلة الوطنية. وإليكم قراءة هذه المراسيم الرئاسية. مرسوم رئاسي رقم 1413 باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى: تم تعيين ضباط القوات المسلحة والأمن الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية: المستشار المكلف بالقوات الجوية لدى الوزير المنتدب لدى الرئاسة، المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب المستشار العميد طيار مختار بحر علي خلفا للعقيد أنبدو محمد علي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، قيادة أركان القوات الجوية قائد الأركان العقيد أنبدو محمد علي. المادة الثانية: على الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 6 يوليو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي 1414 باقتراح من وزير الصحة العامة يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى: تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الصحة العامة: المفتشية العامة المفتش العام دكتور عبد الرحمن أمبدو شكو، المفتش المكلف بالمرافق الصحية سيد عبد الكريم نجم، المفتش المكلف بالمالية والموارد البشرية دكتور ويلبا رايوا كولاندي، المفتش المكلف بالمنظمات تحت إشراف الوزارة العاملة تحت إشراف الوزارة دكتور حامد جبر، المفتش المكلف بالمشاريع والبرامج دكتور إبراهيم حامد، المفتش للمؤسسات الصيدلية والمختبرات السيد بشارة أحمد صالح، الإدارة العامة المدير العام دكتور روهينغالاو أندروندو، المدير العام النائب دكتور محمد حامد أحمد، إدارة الموارد البشرية والتدريب المدير السيد بشارة عبد الرحمن موسى، الإدارة الفرعية للتدريب المدير الفرعي السيد زوزاني بانداري بول، الإدارة الفرعية لشؤون الموظفين المدير الفرعي السيد محمد إبراهيم سعيد، إدارة مكافحة الأمراض وتعزيز الصحة المدير دكتورة سعادة داود، الإدارة الفرعية للنظافة والصرف الصحي المديرة الفرعية السيدة سلامة إبراهيم جودي، الإدارة الفرعية للأمراض السارية وغير السارية المدير الفرعي السيد ديجيم كاسيري كوماكوي، إدارة الصيدلة والأدوات والعشاب الطبية المدير دكتورة نغابيري كوليت، الإدارة الفرعية للعشاب الطبية المدير الفرعي دكتورة نامباتينغي سانت، الإدارة الفرعية للصيدلة والدواء المديرة الفرعية الدكتورة حواء هارون صغير، إدارة المالية والمرافق والمعدات الصحية المدير السيد بالو توشونزومبو، الإدارة الفرعية للمعدات الطبية المدير الفرعي السيد عباس عبد الكريم غزالي، الإدارة الفرعية للمحاسبة المدير الفرعي السيد محمد إسماعيل كوسكي، إدارة الإحصائيات الصحية والبحوث والتخطيط المدير السيد محمد زين يوسف، الإدارة الفرعية للإحصائيات والمعلومات الصحية المدير الفرعي دكتور أبسو جواسو، المدير الفرعي السيد علي سنوسي علي حجار، إدارة الصحة الإنجابية والتطعيم المدير دكتور نابيا كانا، الإدارة الفرعية للتطعيم المدير الفرعي السيد يوسف أحمد النظيف، الإدارة الفرعية للصحة والإنجابية المدير الفرعي دكتورة كودونغو غراس دونغوتي، إدارة تنظيم المرافق الصحية وآليات التمويل المدير السيد شلتوت محمد يعقوب، الإدارة الفرعية للصحة الجماعية المدير الفرعي السيدة بناني ساناستانزي،
الإدارة الفرعية للمرافق الصحية المدير الفرعي السيد علي حسب الكريم منوفي، إدارة التغذية والتكنولوجيا الغذائية المدير دكتور حميدة مخلوف، إدارة معامل البيولوجيا الطبية المدير السيد محي الدين أبكر الجد، إدارة التعاون والشراكة من أجل الصحة المدير السيد عبد القادر محمد حسن. المادة الثانية، على كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 6 يوليو، توقيع إدريس ديبي إتنو، مرسوم رئاسي رقم 1415 باقتراح من وزير الصحة العامة يصدر المرسوم الآتي. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بوزارة الصحة العامة: مندوبية الصحة لإقليم البطحاء المندوب الدكتور إسماعيل بحر بشارة، مندوبية الصحة لإقليم بحر الغزال المندوب الدكتور محمد تجاني آدم، مندوبية الصحة لإقليم بركو المندوب الدكتور صالح كوري، مندوبية الصحة لإقليم شاربة قرمي المندوب دكتور إلياس ياماجي، مندوبية الصحة لإقليم إندي الشرقي المندوب دكتور ريمتياباي ريهورينغار، مندوبية الصحة لإقليم إندي الغربي دكتور فوكسيا إلي، مندوبية الصحة لإقليم جيرا دكتور دو جونغا، مندوبية الصحة لإقليم حجر لميس المندوب دكتور أنغرام كوليتا، مندوبية الصحة لإقليم كانم المندوب الدكتور جوارا واتاش، مندوبية الصحة لإقليم البحيرة المندوب الدكتور جبريل أبكر صديق، مندوبية الصحة لإقليم لوغون الغربي المندوب دكتور ديمبايو أونور، مندوبية الصحة لإقليم لوغون الشرقي المندوب دكتور علي إسماعيل بقار، مندوبية الصحة لإقليم مندول المندوب دكتور محمد صالح عمر، مندوبية الصحة لإقليم مايوكبي الشرقي المندوب دكتور أزوتوني فونكي، مندوبية الصحة لإقليم مايوكبي الغربي المندوب دكتور علي بافو، مندوبية الصحة لإقليم شاري الأوسط المندوب دكتور يوسف صالح موسى، مندوبية الصحة لمدينة أنجمينة المندوب دكتور محمد أحمد آدم الجد، مندوبية الصحة لإقليم وداي المندوب دكتور محمد المحمود شين، مندوبية الصحة لإقليم سلامات المندوب دكتور أحمد الحاج إدريس، مندوبية الصحة لإقليم سلة المندوب دكتور عوض آدم عوض، مندوبية الصحة لإقليم تانجلي المندوب جوسينا باي إليزي، مندوبية الصحة لإقليم تيبستي المندوب سيدي سوغي كوكو، مندوبية الصحة لإقليم وادي فيرا المندوب دكتور عثمان إسماعيل أريم. المادة الثانية، على كل من وزير الصحة العامة وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 6 يوليو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. هكذا سيداتي وسادتي، بقراءة هذه المراسيم نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.